مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من 7 دي سبورت. والنهارده معانا احداث كتير واكتر من حاجه جديده النهارده في المتناول معانا في 7 دي سبورت. ويلا بينا نبدا كالعاده بالعناوين. بعثه الاهلي تطير الى تنزانيا لمواجهه يانج افريكانز. الاهلي ينال عضويه مجلس اداره رابطه الانديه الافريقيه. رئيس يانج افريكانز التنان يفوز برئاسه رابطه الانديه الافريقيه. منتخب مصر للكره النسائيه يواجه السنغال في تصفيات الامم الافريقيه. توقيع اتفاقيه مونديال 2030 بين المغرب والبرتغال واسبانيا. وطبعا حلقتنا مليانه حاجات تانية كتير، يلا بينا نبدا الحلقه على طول من عند فريق النادي الاهلي وبعثه فريق الكره اللي راح النهارده برئاسه الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. غادرت بالفعل مطار القاهره الدولي في طريقها الى تنزانيا استعدادا لخوض مباراه يانج افريكانز التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل في اطار منافسات الجوله الثانيه من دوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا. طبعا الاهلي خاض مرانه الاخير الصبح زي ما حضراتكم تابعتوا كلكم اكيد يعني على ملعب مختار التتش بالجزيره، وده كان اول تمرين بعد الراحه اللي حصل عليها الجهاز الفني ادى اللعيبه بعد الماتش اللي فات راحه يعني بعد مباراه سموحه الاخيره المباراه بطوله الدوري. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضره للاعبين اكد خلالها اهميه التركيز الشديد وبذل اقصى جهد خلال الفتره المقبله من اجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراه القادمه. وطبعا كان الفريق استهل مشواره في دوري المجموعات بتحقيق الفوز على حساب مدياما الغاني بثلاث اهداف دون مقابل. طبعا عارفين نجمنا محمود كهربا سجل وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء اللي اقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي. تعالوا بقى ناخد مراسلنا محمد توفيق في اللحظات الاخيره قبل ما الطياره تطير، يعني هو تقريبا جوه الطياره، يلا بينا ناخده على طول. محمد اتفضل. محمد توفيق مساء الخير زميل عزيز عبد الرحمن ناجي، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. رحله جديده لنسر النادي الاهلي ويحلق نسر النادي الاهلي للوصول لدار السلام بتنزانيا باذن الله رب العالمين لملاقات فريق يانج افريكانز في مباراه الجوله الثانيه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. يعني دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الاهلي بالتوفيق للفريق باذن الله رب العالمين والحصول على ثلاث نقاط جديده تكون مفيده جدا ان شاء الله في مشواره في دور المجموعات. يمكن الفريق اختتم استعداداته صباح اليوم على ملعبه ملعب مختار التتش بالجزيره، ومن بعدها على طول توجهت البعثه الى مطار القاهره لحظات على الاقلاع باذن الله متوجهين لدار السلام بتنزانيا باذن الله رب العالمين. يمكن تجهيزات اكثر من رائعه بيقوم بها الجهاز الاداري وكابتن خالد بيبو مدير الكوره، طبعا البعثه برئاسه الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يعني توفير كل سبل الراحه للاعبين عشان يساعدهم باذن الله رب العالمين لاداء مباراه كبيره، مباراه مهمه خاصه انها امام يعني وصيف الكونفدراليه العام الماضي، فريق طبعا كبير في تنزانيا. يمكن نتائجه كمان في الدوري عبد الرحمن الفتره الاخيره اكثر من رائعه، الجهاز الفني طبعا درسه بشكل كبير جدا، كان في محاضره فيديو كمان للاعبين النهارده للتعرف على اهم نقاط القوه والضعف للفريق. ويعني ان شاء الله خمس ساعات ونكون نوصل مطار دار السلام بتنزانيا باذن الله رب العالمين. دعواتكم بقى ان شاء الله بنوصل بالسلامه والتوفيق للفريق باذن الله رب العالمين. يمكن تدريب وحيد هيخوضه النادي الاهلي بكره ان شاء الله في نفس موعد المباراه على ملعب بنجامين مكابه في دار السلام. ان شاء الله يكون الفريق موفق، الجهاز الفني موفق في خطته، واللاعبين كمان يوم المباراه يكونوا موفقين في تنفيذ التعليمات. يعني زي ما قلت لك وباكد توفير كل سبل الراحه للبعثه. يمكن كابتن سمير عادل بقى المدير الاداري للفريق وشيخ الاداريين في مصر كان سبق البعثه بالامس يعني لانهاء كل التجهيزات الخاصه بالاقامه ملاعب التدريب كل ما يشمل النواحي المحيطه بالمباراه. وكمان يمكن الاستاذ محمد الضماطي زي ما قلت لك رئيس البعثه عضو مجلس اداره النادي الاهلي قام بمجهود اكثر من رائع بالتنسيق مع الجهاز الفني والاداري، وان شاء الله ده يبان نتائجه في الملعب. كما يك عبد الرحمن اتفضل. شكرا طبعا محمد توفيق وكل كرو فريق النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي، محمد الدكروري واحمد يحيى المصور. يعني طبعا احنا بنسجل او بيسجلوا والطياره هتطير خلاص، فيوصلوا بالسلامه وموفقين ان شاء الله ويكون فوز وانتصار جديد للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. تعالوا نكمل اخبارنا بقى. دكتور احمد جبله طبيب الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي حرص على منح لاعبي الفريق جرعه تطعيم ضد الملاريا قبل السفر. طبعا احنا عارفين قصه التطعيمات خصوصا في افريقيا يعني بتبقى ليها شكل وجدول وكلام من ده، فالفرقه كلها النهارده قبل مواجهه يانج افريكانز قبل ان هم ما يطيروا يعني خدوا تطعيم الملاريا، وده تطعيم معتاد
ومنح اللاعبين جرعة التطعيمات في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة في ضوء الاستعدادات للمباراة اللي تجمع الفريقين يوم السبت المقبل إن شاء الله. عارفين احنا قصه طبعا التطعيمات في افريقيا وقصه في كل فتره لازم يعيدوا التطعيم تاني. احنا طبعا السفر متكرر لافريقيا فبالتالي التطعيمات دي بشكل منتظم جدا حفاظا على صحه لاعبينا. يعني لسه في النادي الاهلي والنهارده اتمرن لاول مره طاهر محمد طاهر وبيرستاو بعد رجوعهم من الاصابه. لاعبي الفريق الاول طبعا لكره القدم من النادي الاهلي شاركوا في التدريبات الجماعيه التي اقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بعد تعافيهم تماما من الاصابه. واشتكى طاهر قبل كده من كدمه في الكاحل وديبرستاو كان اشتكى من كدمة في العضلة الأمامية. وانتظم الثنائي في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي. وخاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا استعدادا لمباراة يانج أفريكانز اللي هتقيم يوم السبت إن شاء الله ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. عقد بقى مارسيل كولر كمان المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة. وأجرى لاعبو الفريق عمليات الإحماء وجزء بدني قبل المشاركة في التدريبات. وحرص طبعا الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي الخاص به. وطبعا قدم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراس مرمى زي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي على الشاشة معانا اهو التدريبات مع مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى قبل المشاركة في التدريبات الجماعية. كمان عقد مارسيل كولر جلسة مع الجهاز الفني والجهاز المعاون لمواصلة التحضيرات لمباراة يانج أفريكانز. طبعا دي الأخبار اللي كانت عن فريق النهاردة لكن وكانت عن التمرين لكن لحد ما احنا معاهم لحد ما طلعوا الطيارة ووصلوا بالسلامة إن شاء الله لتنزانيا. لكن الأهم كان امبارح كابتن محمود الخطيب امبارح رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة اجتمع ظهرا مع لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح وعضوية كابتن زكريا ناصف وبحضور كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة. شهد الاجتماع ده مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترة الماضية وعلى رأسها طبعا أسباب تباين المستوى والنتائج وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي وعدم التركيز لدى بعض العناصر في الفرقة. يعني كمان أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه. وبعد كده عقد الكابتن محمود الخطيب اجتماع اخر مع مستر مارسيل كولر المدير الفني وكابتن خالد بيبو مدير الكره وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقه بمنظومه العمل وتطبيق اللوائح فضلا عن الاسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر وشدد على ضروره اعاده الامور الى نصابها الطبيعي سريعا. وطبعا ده خلق دوافع جديده هو نبه على خلق دوافع جديده وتقديم ما يليق بالنادي الاهلي وقدرات لاعبيه والجهاز الفني. هنا حابب يكون له تعليق صغير قوي لان اللي بيحصل ده حذر منه الكابتن محمود الخطيب من زمان من قبل ما الموسم ده يبدا اصلا. لو يا ريت لو نسمع مع بعض جزء من كلمه الكابتن محمود الخطيب في حفله الاهلي استثنائي بعد نهايه الموسم الماضي لان ده جزء مهم جدا تشوف الكابتن محمود الخطيب كان قلقان من الجزئيه دي قد ايه. نسمعها ونرجع نكمل كلامنا. بطل من ابطالنا اللي بنحتفل بيهم عايزه بالنيابه عن زمايلي في مجلس الإدارة. نهدي كل البطولات دي لجمهور النادي الأهلي، جمهور الأهلي اللي أنا مهما شكرته مش هديله حقه ومش هكون مبالغ أبدا لو قلت إن احنا محظوظين بجمهور النادي الأهلي أو بجمهور الأهلي. عشان كده أنا بهديهم هذا الإنجاز اللي يستحقوه هم اللي يستحقوه وبقول لهم النادي الأهلي محتاجكم أكتر في اللي جاي. وأنا بقول الكلمة وبقصدها اللي جاي صعب وصعب جدا وأنا بقصد الكلام ده اللي جاي صعب وصعب جدا. وجمهور الأهلي هو كلمة السر. عايز أحيي فرق النشاط الرياضي بقول لهم اللي جاي مش هيكون سهل. أنا عدت الكلام ده تاني لأن أنا أعنيه كويس، اللي جاي مش سهل. زي ما حضراتكم شفتوا زي ما سمعنا الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي كان شايف اللي هيحصل من بدري وده بالمناسبة اسمه انتقاد ذاتي. احنا هنا بنقول ان في حالة تشبع وبنقول ان في تباين في الأداء لكن في نفس الوقت احنا بندعم فرقتنا فرد واسم اسم لانهم بيحملوا شعار النادي الأهلي وهم اللي جابوا الخمس بطولات السنة اللي فاتت. لكن البقاء على القمة يتطلب مجهود اكبر من اللي عملته عشان تفضل على القمة. الأهلي دايما استثنائي عشان كده
علشان ما نقعش في الفخ، ما نقعش في فخ التشبع البطولات ده. يعني الكرة مكسب وخسارة وتعادل، لكن لما تكون بتعمل اللي عليك وبتأدي بكل قوة طول ما انت بتلعب في الأهلي أو بتنتمي للنادي الأهلي هتاخد دعم لا محدود من الجماهير ومجلس الإدارة. لكن برضو لازم ننتبه لنقطة مهمة جدا، انك تعمل اللي عليك وتفرح الجمهور وتسعى دايما انك تكون على القمة. جمهور الأهلي بيحب يشوف جهد مبذول في الملعب وبيحب الانتصارات، لكن أكيد جمهور الأهلي مستني كتير من الفريق اللي حقق 5 بطولات في الموسم الماضي. ونتمنى ان البدايه تكون ماتش يانج افريكانز ونحقق الفوز خارج ارضنا قبل ما نروح لكاس العالم للانديه. كابتن محمود الخطيب قال اللي جاي صعب، هو الراجل عنده الراجل لعيب كوره سابق، ده اسطوره كره قدم يعني، فهو شايف اللي حاصل ده. اللي جاي صعب، الناس عندها تشبع، الناس حققت يعني اللي اول مره يلعب في النادي الاهلي الموسم اللي فات خد 5 بطولات، فدي حاجه مش سهله انك تبقى بتجدد الدوافع بتاعتك زي ما بنقول كده، يعني بتخلق دوافع جديده للفرقه. ده مش شيء سهل، مش شيء سهل ابدا، بالعكس ده اصعب من الموسم اللي فات. ولذلك زي ما قلنا جمهور النادي الاهلي ما بيرضاش برقم 2 دي ابدا ابدا في اي بطوله بيشارك فيها. احنا في كاس العالم للانديه بناخد ثالث عالم، بنقول لا المره الجايه نبقى ناخد ثاني عالم. فبالتالي لا، احنا المفروض ان اللعيبه تبقى حاسه الفترة دي تحديدا، حاسة بالجمهور وحاسة بزعل الجمهور منهم، لأن الجمهور برضه هو اللي بيهتف لك، هو اللي بيهتف ليك وبيشيلك على أكتافه لما بتاخد البطولة. فلازم تبقى حاسس بده، ولازم بأسرع وقت ممكن الدوافع تتجدد. أنت يعني إحنا ضاع مننا بطولتين خلاص في أول الموسم، إنما اللي جاي لسه بدري، دوري أبطال أفريقيا ودوري وكاس وسوبر، وفي بطولة سوبر جديدة في الإمارات بشكل مختلف، فأنت محتاج إن أنت تجدد دوافعك بأسرع وقت ممكن. وده دور مستر مارسيل كولر، دور اللعيبة مع نفسهم، لأن مجلس الإدارة عمل اللي عليه. نطلع فاصل بقى ونرجع نكمل كلامنا مع بعض عن النادي الأهلي. ورجعنا لحضراتكم عشان نستكمل باقي أخبارنا عن النادي الأهلي، وتعالوا نروح للنادي الأهلي بشكل مختلف بقى شويه. استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي نبيل عاشور رئيس الاتحاد الاماراتي لكره اليد، عضو اللجنه الاولمبيه الاماراتيه، والكابتن سعود صالح عضو مجلس اداره الاتحاد الاماراتي لكره اليد، المدير المالي، في وجود الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. ورحب الكابتن محمود الخطيب برئيس الاتحاد الاماراتي لكره اليد والوفد المرافق ليه في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بالمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها. وقام وفد الاتحاد الإماراتي لكرة اليد بتوجيه الدعوة للكابتن محمود الخطيب لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين الفريقين الأهلي والزمالك، والمقرر لها يوم 9 ديسمبر المقبل بالفجيرة في الإمارات. وقام الكابتن محمود الخطيب بإهداء درع وعلم النادي الأهلي إلى الكابتن نبيل عاشور الذي حرص هو الآخر على إهداء رئيس النادي درع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد. هي دي قيمة النادي الأهلي ورئيسه الأسطوري كابتن محمود الخطيب، احترام متبادل مع كل المؤسسات الرياضية داخل وخارج مصر، قيمة كبيرة للأهلي ورئيسه في كل مكان الحقيقة. يعني دي قيمة النادي الأهلي، ودايما تبادل المواقف دي بيبقى يعني الكثير جدا للأندية وللاتحادات كمان. تعالوا بقى نروح لواحد من أبناء النادي الأهلي وأحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي شارك ممثلا عن النادي الأهلي في لجنة التحكيم بمسابقة ريادة الأعمال الرياضية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اللي اختتمت طبعا فعالياتها بحضور الدكتور شريف العريان مسؤول الرياضة بالجامعة والعديد من خبراء التسويق الإداري الإدارة والرياضة في مصر. كما حضر اليوم الختام للمسابقة أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي. وأكد المهندس محمد سراج الدين خلال كلمته التي ألقاها في اليوم الختامي للمسابقة أن مشاركة الأهلي تأتي في إطار قناعات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بأهمية التعليم ودوره المؤثر في تطوير الرياضة ومتابعة كافة المشروعات التي تم تنفيذها بالأفكار الجديدة، لا سيما طبعا الافكار الابداعيه اللي قدمها طلاب الجامعه الامريكيه بالقاهره خلال مسابقه رياده الاعمال الرياضيه. طبعا الجزء بتاع التعليم والشراكه بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه والمسؤول عنه طبعا المهندس محمد سراج، الدكتور محمد سراج كمان يعني، اللي دايما بيبقى ليه تواجد ممثل عن النادي الاهلي في احداث كتير جدا سواء جوه مصر او بره مصر، فبنشيل بدوره. وطبعا دبلومه الفيفا ودبلومات الاداره الرياضيه وكل الكلام ده شيء مهم دلوقتي. لسه مع النادي الاهلي، من المباريات اللي كانت كبيره خلال الاسبوع ده، الفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي فاز على الزمالك
25-24، وواضح من النتيجه ان المباراه كانت سخنه جدا في دوري المحترفين لكره اليد، ومواصله الانفراد بصداره الدوري. الاهلي ومدربه ديفيد ديفيز وكل نجوم الفريق عملوا مباراه اكثر من ممتازه، وحققوا انتصار مهم على فريق كبير ومحترم زي فريق نادي الزمالك. طبعا ناخد مداخله مهمه جدا مع الكابتن محمد ابراهيم مدرب الفريق. اهلا بيك كابتن محمد على شاشه قناه النادي الاهلي، وبنقول لك الف مبروك طبعا الفوز على الزمالك. اهلا بيك والله. اولا عايز اعرف منك، احنا دلوقتي دايما المنافسه شرسه بين الاهلي والزمالك في الدوري، لكن احنا دلوقتي متصدرين الدوري والماتش خلص بفرق نقطه واحده، صعوبه الماتش ده كانت فيها يا كابتن؟ لا والله، هو طبعا بتكلم في اي مباراه في الديربي بين الاهلي والزمالك بتبقى مباريات قويه في العادي، خصوصا كمان ان احنا في الهاندبول، لعبه الهاندبول تحديدا، احنا قانون المنتخب الرئيسي بيبقى من لعيبه الاهلي والزمالك، فبتبقى اقوى فريقين في مصر وافريقيا وممكن العرب كمان هي الاهلي والزمالك، فدايما بيبقى المنافسه بيننا على جميع المستويات سواء محليا او قاريا، فهي دي كانت صعوبه المباراه، بالاضافه طبعا ان هي تعتبر اول مباراه كبيره في السيزون، فلسه احنا عندنا حبه تغييرات في الفريق، هم عندهم حبه تغييرات في الفريق، فدايما بتبقى اول مباراه هي صعوبتها في ان احنا لسه مش عارفين بعض، في ناس جديده موجوده دخلت على الفريق ما كانتش موجوده معانا السنه اللي فاتت، اول مره يلعبوا اهلي وزمالك، فهي دي بقى دي دايما صعوبه المباراه دي، في ان هي تعتبر اول مباراه بس في السيزون، لكن عامه اي مباراه احنا مش هنبقى مذاكرينها كويس ومحضرين لها، فان شاء الله القادم افضل. طيب شايف ازاي المرحله اللي جايه؟ عندنا ماتش مهم، ماتش السوبر كمان 10 ايام تقريبا مع الزمالك برضو في الامارات، وفي المرحله اللي جايه فيها ماتشات مهمه كتير للنادي الاهلي، شايفها ازاي يا كابتن؟ والله دايما انا من ساعه ما خلصنا ماتش الناس عمال اتكلمنا على ماتش السوبر اللي جاي بتاع مع الزمالك في الامارات، لكن احنا عندنا ماتش مهم جدا بكره في بطوله الكاس طبعا دور 16 مع فريق البنك الاهلي، فريق من الفرق القويه قوي السنه دي وعامله اداء كويس، ويعتبر هي ترتيبها في الجدول ما بين الثاني والثالث، فكل تركيزنا دلوقتي منصب على المباراه دي لانها مباراه خروج مغلوب، ف يعني احنا قفلنا صفحه الدوري وحاليا بنفكر في صفحه الكاس، وان شاء الله لما نخلصها يبقى عندنا يوم او يومين راحه نفصل فيهم شويه، وان شاء الله من يوم الاحد او يوم الاثنين هنفكر في مباراه الشهر، عشان ما ينفعش نفكر في حاجه لسه وخلالها في حاجه موجوده، عشان ما ناخدش من تركيز اللعيبه ولا من تركيزنا. هي دي طبعا طريقه النادي الاهلي بشكل عام، احنا على طول بنفكر في المباراه اللي جايه، لكن طبعا جماهيريا الجمهور بيفكر على طول في ماتش السوبر، ماتش طبعا الزمالك، الماتشات الكبيره دي، لكن انا عارف سياسه النادي الاهلي تماما، يعني على طول تفكيرنا في المباراه القادمه يعني. بالظبط. طيب شايف الفرقه اللي موجوده دلوقتي بالسكواد اللي موجود دلوقتي مع مستر ديفيد ديفيز بوجود حضرتك طبعا، التشكيله دي بالموسم اللي فات الكويس قوي اللي عملناه، الموسم ده متوقع ايه لينا، او احنا نسعى لايه هذا الموسم بقى؟ يعني احنا جايين من كاس عالم وعاملين شو حلو وعاملين شغل كويس قوي الموسم اللي فات الحمد لله. والله دايما انا بقولها من السنه اللي فاتت، انا الحاجه الوحيده اللي اقدر اوعد الناس بيها دايما الحاجه اللي هي في ايدي، اللي هي ان احنا هنموت نفسنا ونقاتل على كل، مش عايز اقول كل بطوله، لا كل مباراه، دي الحاجه اللي في ايدك، انك طول الوقت تلعب 100% وتتمرن 100% وتحضر نفسك 100%، تحافظ على نفسك بره الملعب 100%، واكيد بعد ما بتعمل كل الحاجات دي النتائج بتيجي، فدي الحاجه اللي اقدر اوعد بيها الناس ان احنا هنقاتل على كل دقيقه في كل مباراه، وان شاء الله نعمل ان شاء الله موسم تاريخي ان شاء الله يليق باسم النادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله السنه دي. طيب مستر ديفيد ديفيز اضاف شيء كده، انا حاسس ان التعامل النفسي بينه وبين اللعيبه بيهيئهم للمباريات الكبيره بشكل مختلف شويه، لان احنا كان عندنا مشكله في الماتشات الكبيره في اخر الماتش، بنبقى ماشيين في الماتش كويس قوي والنتيجه بتبقى في صالحنا وبعدين الفرق بيقرب قوي في اخر الماتش، في دلوقتي زي ما نقول شخصيه الاهلي باينه قوي في اخر الماتش، بنقدر نحافظ على الفرق شويه عن الاول، ده تعامل نفسي ولا اضافه مستر ديفيد ديفيز الفنيه طبعا المهمه جدا؟ قول لي رايك في الموضوع ده كابتن. والله يا كذا حاجه بترتب عليها الموضوع ده، يعني اول حاجه ان انت لازم يعني طول الوقت تحفز اللعيبه وتخليهم يصدقوا ان هم قادرين يكسبوا، فده بتعمله ازاي؟ زي ما بقول لحضرتك ان انت طول الوقت تتمرن صح، بتخطط صح، بتحضر للماتشات صح، ده مره في مره في مره بيخلي اللعيب قادر يصدق انه يكسب، ان هو اوريدي عامل كل حاجه صح، فده بيديك من جواك احساس انا مش ناقصني حاجه غير ان انا انزل اطلع بس اللي انا شفته واللي انا اتعلمته. فده اللي احنا من السنه اللي فاتت مش من دلوقتي شغالين عليه، احنا فرقه كويسه، احنا نقدر نعمل حاجه كويسه للنادي، وهو ده كان التحدي بتاعنا، ان احنا بنفس السكواد اللي كان بيخسر بقاله اربع سنين هو نفس السكواد اللي احنا كسبنا بيه. فهي ده التحدي الاكبر اللي ممكن في ناس كتير مش واخده بالها منه،
ان احنا ما غيرناش الفريق. يعني كانت في ناس كتير بتطالب ان الفرقه دي لازم تمشي والفرقه دي لازم بالظبط. انا لسه كنت هقول لحضرتك الموضوع ده، السكواد تقريبا زي ما هو من الموسم اللي فات بالظبط. يعني القوام الرئيسي بتاع الفرقه هو هو، وبعض التغييرات البسيطه جدا حصلت، لكن هو ده التحدي الحقيقي، ان انت بنفس الفريق اللي الناس كانت بتقول عليه ان هو مش عارف ايه، لا نفس الفريق ده، هم نفس الناس نفس العناصر ان انت امنت بيهم وهم امنوا بنفسهم، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعمل حاجه ان شاء الله تبقى بدايه نبني عليها ان شاء الله في السنه دي ان شاء الله. شكرا كابتن محمد، ومبروك مره ثانيه طبعا على مباراه الزمالك، وكل التوفيق في المباراه اللي جايه. انا من الناس اللي بحب اسمعها يعني، وبنسعد بوجود حضرتك معانا في قناه النادي الاهلي. شكرا، وان شاء الله بكل التوفيق بقى في المباراه اللي جايه، سواء البنك الاهلي وماتشات السوبر كمان، ماتش السوبر ماتش الزمالك ده مهم جدا، ان شاء الله كل التوفيق لفرقه اليد في النادي الاهلي. قبل ما نسيب النادي الاهلي نشوف نتائج الاسبوع الماضي، وكمان هنلاعب مين الاسبوع اللي جاي على الشاشه بتاعتنا. يلا بينا هنبدأ من عند كرة اليد رجال. الأهلي لاعب الطيران وكسب 41-21، وطبعا مباراة الزمالك الأشهر 25-24. كرة السلة رجال، الأهلي كسب الاتحاد السكندري 85-79 في مباراة قوية جدا. نروح لكرة الطائرة رجال، الأهلي كسب الترسانة 3-0 والشمس أيضا بنفس النتيجة. وكرة الطائرة سيدات، الأهلي كسب الاتحاد السكندري والصيد والاثنين بنفس النتيجة 3-0. المباريات القادمه معانا بقى لسه البنك الاهلي، لسه كان الكابتن بيقول لنا، كابتن محمد بيقول لنا البنك الاهلي دوري دور ال 16 كاس مصر لكره اليد، ده هيبقى بكره ان شاء الله. والاهلي والطيران منطقه القاهره لكره اليد سيدات ايضا غدا. الاهلي والمعادي منطقه القاهره لكره اليد سيدات يوم 2/12، والاهلي وديلفي دوري كره الطائره رجال 2/12. دوري كرة الطائرة سيدات، الأهلي والصيد يوم 4، والمقاولين العرب دوري كرة الطائرة رجال يوم 5، وسموحة ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال يوم 6. نطلع بقى فاصل صغير ونرجع ونكمل باقي أخبارنا في زيفن دي سبورت. رجعنا لحضراتكم عشان نروح لأخبار منتخب مصر، وهنبدأ من عند الكرة النسائية. وخبر عن الكره النسائيه، يواجه مساء اليوم الخميس منتخب مصر للكره النسائيه نظيره السنغالي في ارض المنافسه ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني والاخير في التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائي كاس الامم الافريقيه. طبعا ده مقرر ليها العام المقبل على طول. والماتش تقريبا ده ماتش الذهاب في السنغال، ولسه في ماتش العوده هنا. وصلت بعثه منتخب مصر للسنغال الاثنين الماضي بالاسد الدكتوره دينا الرفاعي طبعا، ولحقت بالبعثه اللاعبات المحترفات في الدوري السعودي، وخاض المنتخب المران الكامل لاول مره يوم الثلاث بانضمام كل اللاعبات ال 22 في البعثه. واختار كابتن محمد كمال المدير الفني الجهاز الفني والجهاز البدني اللاعبات المحترفات، ووضع تشكيل الاقرب لخوض اللقاء، وحدد الاتحاد الافريقي لكره القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري موعد لمباراه الذهاب في السنغال. وطبعا هتكون مباراه العوده يوم 5 من شهر ديسمبر اللي جاي على طول، مقبل على ملعب استاد السلام بالقاهره. تعالوا نشوف التشكيل معانا اهو، ده تشكيل المباراه الرسمي دلوقتي. مهد دمرداش حراسه المرمى، امنيه محمود وندى عماد، نوره خالد واسماء علي، وفي نص الملعب بقى مهيرة علي ومايا ايهاب. مايا ايهاب دي لعيبه جامده جدا يا جماعه. ساميه ادم المحترفه في الهجوم، وليلى شريف، ساره اسماعيل لعيبه برشلونه، وساره عصام المحترفه في الدوري الانجليزي. ده التشكيل الاساسي، ونتمنى لهم كل التوفيق النهارده. الحقيقه بقى ان الماتش ده في السنغال واخد اهتمام جامد جدا يا جماعه. لو تفتكروا كولوبالي لاعب السنغال الاسطوري اللي بيلعب في الهلال السعودي دلوقتي، عامل رساله دعم ليهم وفيديو دعم، وبيشجعوا الناس انها تروح الاستعداد. وادي زي ما حضراتكم شايفين اهو على الشاشه، والاتحاد السنغالي نشرها، وعاملين دعم كبير جدا لمنتخب الكره النسائيه. وبيحسوا الجمهور ان هو يحضر المباراه، وعندهم عندهم دعم كبير جدا للكره النسائيه، وبيشجعوا الجمهور انه يروح الاستاد، وحاجه عظيمه جدا يعني. اتمنى ان احنا نشوف ده عندنا هنا في مصر. احنا عندنا منتخب فيه محترفه في برشلونه، وفي محترفات في الدوري السعودي، عندنا منتخب قوي. وطبعا منتخب السنغال منتخب كبير وقوي، الماتش صعب جدا بالمناسبه يعني. الفوارق البدنيه هي اللي تعلي السنغال عنك شويه. يعني الفوارق البدنيه في افريقيا سواء الاجسام او السرعات او اللياقه البدنيه، كل ده في انتصار لافريقيا طبعا. لكن فنيا ومهريا لا، لاعباتنا يتفوقوا بكتير كمان. بس الفوارق البدنيه ليها دور كبير جدا. انتوا عارفين يعني البنات والسيدات في افريقيا رجال يعني اقوياء جدا بدنيا يعني. ف
فيعني زي ما حضراتكم عارفين نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. المباراه تبدا الساعه 7 مساء بعد المباراه على طول، بعد البرنامج على طول، يعني نتمنى ان هم يحققوا حاجه قويه فيها، ويكون يعني طبعا ماتش العوده مهم جدا، عايزين على الاقل نطلع بنتيجه كويسه في السنغال عشان ماتش العوده هنا يبقى اسهل شويه يعني. لكن ومش كل مره تيجي معانا في السنغال يا جماعه، يعني السنغال في فريق الكوره في نهائي افريقيا وفي كاس العالم وفي الكره الشاطئيه وفي الشباب، يعني السنغال صعبين قوي في كل حاجه طالعين لنا في كل حاجه يعني، يعني حتى في الكره النسائيه الماتش اللي هيأهلنا لبطولة افريقيا مع السنغال برضه في حاجه غريبه بين مصر والسنغال في كره القدم الفتره الاخيره. لو تاخدوا بالكم ماتش الكاس، ماتش المؤهل لكاس العالم ضد السنغال، نهائي دوري ابطال افريقيا، نهائي امم افريقيا، كاس امم افريقيا مع السنغال، نهائي كاس امم افريقيا شاطئيه مع السنغال برضه، الادي السيدات الفريق كره القدم برضه مع السنغال، منتخب مصر للشباب برضه السنغال بالمناسبه يعني. فهو في حاجه انا مش فاهمها، وللاسف الشديد يعني الفريق الاول بتاعنا ما خدش بطوله افريقيا، ما تاهلش كاس العالم بسبب السنغال، لكن مضربات ترجيح صراحه يعني، فهي كانت حظ برضه يعني، ما نقدرش نقول ان احنا كنا اقل منهم، لا هو كان حظ في النهايه. 100% السنغال فرقه قويه جدا، ولكن نقفل بقى السنغال ونروح للجنه الحكام. أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتوريا بيريرا استبيان من أجل وضع خطة لتطوير التحكيم خلال الفترة من فين بقى، من 2024 ل 2026. وتكون الاستبيان ده من نموذجين، الأول لجميع الحكام والمساعدين والمدربين المسجلين في الاتحاد في قاعدة بيانات التحكيم يعني المحلية، والتاني لأعضاء لجان المناطق في ال 26 منطقة شملت جميع أنحاء الجمهورية طبعا. ومن خلال البيانات المحصلة تم وضع الخطة والاستراتيجية الرئيسية لتنظيم وتعليم وتطوير التحكيم والخطط العملية والأهداف الناتجة عنها. وكانت اللجنة قد قامت بتنسيق أو بتقسيم المناطق دي لخمس قطاعات، كل قطاع ليه مسؤولين من أجل تطوير التحكيم في مصر يعني، وشرح الخطة لكل منطقة من أجل تنفيذ الأفكار اللي هيتم وضعها. أنا يعني مشجع جدا للخبير الأجنبي اللي موجود ده، الراجل عامل مجهود كبير، بيحاول يطور، بيحاول يدخل جديد، بس لسه المستوى الفني للحكام فيه شوية مشاكل يعني. يعني المستوى الفني للحكام باين في المباريات فيه شوية مشاكل، أحسن من الأول، فيه تحسن، ولكن فيه أحسن من كده كتير. الراجل عامل اللي عليه بصراحة، ويعني بيحاول على قد ما يقدر لحد الآخر بصراحة لحد دلوقتي، وحاطط خطة ل 2026 أهو، فلا نتمنى لهم كل التوفيق. نروح بقى للكرة الشاطئية. رفض الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي ومش عارف ليه خوض وديات كثيرة في معسكر المنتخب الأخير استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر ليها في فبراير المقبل، طبعا البطولة في الإمارات. واكتفى لطفي بمواجهتي اليابان والمكسيك وديا على هامش انطلاق المعسكر الختامي لمنتخب مصر المقرر خوضه بالإمارات قبل انطلاق مونديال الشاطئية مباشرة. وتأهل منتخب مصر الأول لأول مرة طبعا بيتأهل إلى نهائي كأس العالم بعد الحصول على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في موزمبيق العام الماضي. نفسي أفهم ليه ماتشات ودية قليلة يعني، بس يلا ربنا معاهم إن شاء الله ويعملوا نتيجة كويسة وما يكونش مجرد أداء مشرف. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى. ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نروح للكرة الأفريقية. الحدث الأبرز النهاردة اللي حصل النهارده علشان نشرح القصه من اولها يعني، الكاف عمل اجتماع للانديه علشان تاسيس رابطه الانديه الافريقيه زي رابطه الانديه الاوروبيه كده، اللي بيرأسها طبعا اللي بيترأسها طبعا نصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وطبعا الكاف لما بيدخل في تجربه جديده بتكون كل حاجه مش واضحه، لكن حسب المؤتمر الصحفي لباتريس متوسيبي طبعا رئيس الاتحاد الافريقي، لسه اللوائح بتاعه الرابطه دي مش نهائيه وممكن تعديلها في الفتره اللي جايه. واعتقد انا رايي يعني كعبد الرحمن ان النادي الاهلي بيفضل التأني والهدوء في الحاجات اللي زي دي، خصوصا لو لسه مش واضحه ولا معروف دورها هيكون ازاي يعني. لكن حسب الانتخابات اللي تمت النهارده بقى، اصبح هيرسي سعيد رئيس نادي يانج افريكانز التنزاني اول رئيس لرابطه الانديه الافريقيه، وتواجد الاهلي ضمن الانديه الاعضاء في الرابطه. وباجماع الاصوات كان الاستاذ خالد عبد القادر ممثل شركه الكره والنادي الاهلي النهارده طبعا، واختارت جاسيكا ماسونج من نادي كادر تشيفز الجنوب افريقي كاول نائبه، فيما تواجد بول باسي رئيس اكوا يونايتد النيجيري كثاني نائب للرئيس. وجاءت اسماء الاعضاء كالاتي، اعضاء طبعا من ناحيه الانديه: الاهلي المصري، الرجاء المغربي، والهلال السوداني، وريال بانكو المالي، ويانج افريكانز التنزاني، واسلوتو البنيني، واكوا يونايتد النيجيري، وكادر تشيفز الجنوب افريقي، ومانيمبا الكونغولي طبعا.
ومن ياما الكونغولي اسف. وتم خلال الاجتماع اختيار المقر الرئيسي لرابطه الانديه الافريقيه في كينيا، برضو مش عارف ليه يعني. ولا يجوز نقل المقر الرئيسي الى مكان اخر الا عن طريق الاغلبيه بتصويت 70% من الحاضرين في اجتماع الجمعيه العموميه على ان يتخذ هذا القرار بالاقتراع السري، كما تم الاستقرار على ان تضم الرابطه افضل 80 نادي افريقي بناء على التصنيف، تصنيف الكاف يعني، وقت اعتماد التنظيم الاساسي للائحه وحل استبعاد اي نادي بينضم النادي الاعلى منه في التصنيف يعني تدرجي. ومن ضمن الشروط بقى التي وضعها الاتحاد الافريقي على الانديه هي ان لا يجوز لاي اتحاد عضو ان يكون لديه اكثر من 4 انديه مصوتين، حتى لو كان اجمالي عدد الانديه في الاتحاد وفقا للتصنيف. يعني مصر مثلا ممكن يكون فيها 5 انديه في التصنيف، لا حسب الكاف احنا عندنا 6 تقريبا يعني. الافضل 80 نادي بيتجاوز، لو انت عندك البلد دي فيها 4 فقط او اكتر من 4 يعني، تكون الانديه 4 الاولى الاعلى تصنيف فقط اللي ليها حق التصويت يعني. هو اللائحه مش باينه يعني، انت دلوقتي مصر فيها 6 انديه تقريبا، 4 بس اللي هيبقى لهم حق التصويت اللي هم 4 الاعلى في التصنيف يعني. برضو الـ4 دول هيبقوا الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، دول الـ4 بتوع مصر يعني. الاسماعيلي والمصري موجودين بس مش هيبقى لهم اصوات، مش هيبقى لهم اصوات لان هم في التصنيف اقل من الـ4 فرق التانيين. لكن هي الفكره اختيار كينيا ما فهمش بناء على ايه، ليه مش المغرب، ليه مش مصر، ليه مش فاهم الحته دي بالظبط، وليه كينيا يعني تحديدا. حتى الفرق الكينيه مش من الفرق المنافسه قوي يعني، او الانديه الكينيه مش من الانديه المعروفه حتى افريقيا بشكل قوي يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ليه اللائحه مش محطوطه حتى متطابقه للائحه الانديه رابطه الانديه الاوروبيه ليه؟ ما دي حاجه غريبه برضو، ما انت عندك نموذج. هم بيقولوا ان طبيعه افريقيا مختلفه عن اوروبا، لكن المفروض ان انا ابقى دارس الملف قبل ما ابدا على الاقل يعني، ما ابداش واقول هنبقى نعدل اللائحه بعد كده. طب ما انت كده مش واضح من الاول، ما يمكن ما تعدلش انا اضمن منين يعني. ما هو انت حطيت لائحه بشكل مؤقت، انت حاطط اصلا البلد اللي محطوط فيها الرابطه دي حاططها كينيا، وبتقول 70% عشان تغير المكان ده. ولذلك النادي الاهلي دايما بيتأنى في اي قرارات تخص الحاجات اللي زي دي. نستنى نشوف وضوح الرؤيه بالكامل ايه الاول، وبعد كده هتلاقي النادي الاهلي ليه تواجد بشكل مختلف طبعا يعني. لان النادي الاهلي هو النادي العربي الوحيد اللي كان يحق له الترشح لرئيس الرابطه وفقا للتصنيف، برضه انا بقول كل ده وفقا للتصنيف. النادي الاهلي هو النادي الوحيد عربيا في قاره افريقيا اللي ليه حق الترشح لرئاسه الرابطه وما ترشحش. فاحنا ليه بنتأنى في الحاجات دي؟ نشوف الاول دور الرابطه ده هيبقى ايه، النموذج الموجود، اللائحه بتاعتها هيبقى شكلها ازاي، التعديلات اللي هتحصل هتنتهي بايه بالظبط. احنا كل ده مش يعني متسيبي مش موضح اي حاجه، مع ان الرابطه دي موجوده في اوروبا، لكن احنا هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها يعني. نروح بقى لاخبار المحترفين. طبعا عندنا كذا محترف عالمي، لكن هنهتم النهارده بحجازي اكتر من اي حد. كشفت تقارير صحفيه انجليزيه عن اهتمام 6 انديه اوروبيه بالتعاقد مع الدولي المصري احمد حجازي لاعب نادي اتحاد جده. وكشف التقارير ايضا صادره اليوم يعني ان حجازي يمتلك خبرات في الدوري الانجليزي مما يسهل عودته من جديد للدوري. واضاف ان حجازي بعد التعاقدات الجديده سيجد نفسه خارج تشكيل الاتحاد، وهذا سيجعل خروجه بشكل مجاني اسهل. واكد التصريحات دي بقى اكدت ايه بقى، ان نادي بيرني وشيفيلد يونايتد وميدلسبرا وكارديف ومهتمين بالتعاقد مع حجازي، ونادي رينجرز وسيلتك من الدوري الاسكتلندي ايضا يحاولان الدخول في الصفقه. حجازي لا يمكنه المشاركه في الدوري السعودي مع اتحاد جده لانه تم رفع اسمه من القائمه بعد اصابته بالرباط الصليبي. طبعا انا اتمنى ان حجازي مش شرط يروح الدوري الانجليزي، طبعا هو قديم في الدوري الانجليزي وليه سي في قوي وخبرات كبيره، لكن انا اتمنى حجازي يروح حته يلعب فيها، خصوصا انه راجع من رباط صليبي اصابه طويله جدا. وزي ما احنا عارفين ان حجازي تحديدا راح الدوري الانجليزي جاله رباط صليبي، راح جاله رباط صليبي قبل كده، وجاله رباط صليبي مره ثانيه في فرونتينا. وزي ما حضراتكم عارفين اللعيب اللي بيجي له رباط صليبي اكتر من مره تاهيله بيبقى مش سهل، لكن خبره حجازي في الاصابه دي تحديدا ممكن ترجح له ان هو يبقى موجود في حتت كتير جدا. ادي انديه انجليزيه، وانا متاكد ان حجازي مستقبله كويس وهيقدم حاجه كويسه جدا، وهو بقى احد عناصر منتخب مصر في الفتره اللي جايه طبعا لانه مدافع قوي جدا. لكن اتمنى انه ما يختارش اسم النادي او ما يختارش المكان اللي هيروح في النادي، لا يختار مكان يروح يلعب فيه،
يختار مكان يبقى رايح هو اساسي مدافع اساسي، لان مصر محتاجه اللي زي حجازي ده 100%، وهو لعيب بخبرات كبيره جدا. تعالوا نروح نشوف تقرير عن تاريخ مواجهات الاهلي مع انديه تنزانيا ونطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره كمان. رجعنا لحضراتكم عشان نكمل اخبارنا العالميه، وهنروح طبعا كالمعتاد لازم خبر عن محمد صلاح معانا اللي دايما بيحقق ارقام جديده. نجم ليفربول محمد صلاح حقق جائزه جديده بالدوري الانجليزي ونال لقب افضل لاعب في شهر اكتوبر من رابطه اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور. وسبق طبعا لمحمد صلاح انه توج بلقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي 4 مرات في مسيرته بعد ان سبق وفاز بها في شهر يناير سنه 2017 نوفمبر 2017 وفبراير 2018 ومارس 2018 واكتوبر 2021 ليكون التتويج بلقب اكتوبر 2023 هو الخامس في تاريخه. طبعا هو متعدد الالقاب الحقيقه يعني، ومش بس احسن لاعب، لا هو بياخد جوائز الهداف دايما، والراجل خلاص معدي المرحله دي بياخد جوائز كتير. الجوائز اللي بتجيله دلوقتي مش هو اللي بيروح لها يعني. نروح للاتحاد المغربي، وقع رؤساء اتحاد كره القدم في المغرب والبرتغال واسبانيا فوزي لقجع وفرناندو جوميز وبيدرو روتشا على الترتيب كده يعني. اليوم الخميس اتفقوا على الترشيح المشترك لاستضافه مونديال 2030، وذلك حسب ما افادت المنظمات الثلاثه وبعد توقيع الاتفاقيات. وطبعا يعد توقيع الاتفاقيات بمثابه تعهد من الاتحادات الثلاثه بالالتزام بالقواعد والاطارات التي تحكم عمليه الترشح، كما يقدم توجيها لبعض الملامح التقنيه الرئاسيه ومنها معايير التطور. وجاء في البيان المشترك: ستعمل اتحادات كرة القدم الثلاثة معا بدءا من اليوم لتطوير ملف ترشح يفوق كل التوقعات لبطولة كأس العالم. وأعربت الاتحادات الثلاثة منذ شهر عن رغبتهم في تقديم بطولة تعزز من إرثها وتساهم في نمو كرة القدم وأن يكون لها تأثير في العالم بأسره. وستكون بطولة كأس العالم 2030 هي الثانية التي سيشارك فيها 48 منتخب بعد التوسع من 32 إلى هذا العدد من النسخة المقبلة التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا عام 2026. كل التوفيق طبعا للاتحاد المغربي والأشقاء في المغرب، وإن شاء الله يقدموا ملف قوي ويكون 2030 للثلاث دول دول المغرب والمكسيك وكندا. وإن شاء الله يكون منتخب مصر مشارك وما نغيبش بقى عن كأس العالم، لأن هيبقى من أفريقيا 9 دول يعني. المفروض من النسخة اللي جاية إن شاء الله نتواجد في النسخة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها. 48 فريق ما ينفعش ما يكونش فيه منتخب مصر يا جماعه يعني. دي كانت اخبارنا النهارده في 7 دي سبورت. وبالمناسبه النهارده كده احنا تمينا سنه 7 دي سبورت مع بعض، زي النهارده كده من سنه كنا مع بعض اول حلقه ل 7 دي سبورت. نتمنى ان احنا نكون ضفنا ولو شيء بسيط لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله نستمر مع بعض سنين جايه قدام كمان. كل التوفيق لفريق عمل 7 دي سبورت، ان شاء الله نكمل مع بعض تاني. ودي كانت حلقتنا النهارده من 7 دي سبورت، وفي الختام خير وسلامه.